برحب بفقرة ألايف بالمهندس شار رزق. أهلا وسهلا بحضرتك. بونجور. حضرتك حيز على أو بتشتغل ثلاث أنواع من الهندسة يلي هن الفيزيكال بايوميديكال وميكانيكال إنجينير، حيز على إندستري برايز سنة 2015. اليوم عم نحكي عن نوع من الهندسة يلي هو بين الهندسة بين علم الفيزياء يلي هو ليفيتيشن. بدنا أنه تعرفنا شوي عن هالموضوع أكثر، يمكن صار على الموضة، يمكن اليوم كمان طلابنا قديه بيهتموا بهالأمور ورح بيستوحوا من حضرتك طبعا. أوكي، أول شيء حابب أعرف عن حالي. شار رزق، إلي تقريبا 15 سنة بألمانيا، وهذا الفتح للمجال أتعلم هالقد. جمعت بالفيزيكال والبيوميديكال والميكانيكال انجينيرينج شوية معلومات خلتني أنا وشريكي اللي عملنا المكنة فيها نطور هذا السيستم، لأن الأكوستيك ليفيتيشن مش نحن اخترعناه، نحن بس عملناه فريندلي يوزر، يعني حيلا باحث أما تلاميذ بالجامعات قادرين يستعملوا هالمكنة as plug and play، بحطوها وبيقدروا يستعملوها. شو بتساعد؟ هيدا المهم، يعني عم نجيب جينيريشن جديدة لمكنات الأبحاث تا الأبحاث تتطور، لأنه أنت وقت تبلشي بالأبحاث أنت يو ار ليميتد على شيء اسمه المكنات، أما كلها شيء سيستمز بتستعمليه، فما فيك تستعملي ذات الشيء وتضلك تتطوري. You are limited to what you have. مشان هيك جربنا نجيب الأكوستيك ليفيتيشن. احنا هون عم نحكي عن أي نوع من الأبحاث؟ أبحاث كل شيء، يعني كل الدومينات، من الأدوية للنفط للكوسمتكس للفود اندستري للأكل، يلي هو أصلاً الأند يوزر ما رح يشوفه. يعني لا أنا ولا أنت رح نستعمل المكنة بالبيت، بس الشركات يلي بتطور الأغذية يلي بتطور الأدوية هي رح تعمل أبحاث عليها ورح تقدر تطور المنتجات يلي رح يستلمها آخر شيء الأند يوزر ببيته، أما المرأة يلي عم تستعمل أدوية أما كوسمتيك معينين أما السيارات نوع البنزين رح يكون أحسن و فهالمكنة بالذات هي عم بتساعد لحتى يكونوا الأبحاث سهلين، يكون في عملية أكثر وتطور أكثر بالأبحاث. حضرتك حضرت لنا فيديو على كل حال، نحن رح نشوفه بعد شوي سوا، ولكن يا ريت هيك تفسر لنا أكثر عمليا شو هي هالماشين، كيف ممكن فعلا نستعملها يوميا. أوكي، الفكرة مثل الاسم أكوستيك، يعني تستعمل الصوت تا توقفي نوع ليكويدز بالهواء. مثلا هون عم نشوف اتس وان ستيب بيفور ميتين هايدريشن، بتشوفي انه المي اتس هير سي او 2 ووتر هايدريشن، بتشوفي المي كيف عم تعمل كريستاليزيشن. هي شو الواحد بيستفيد منها بعدين، يعني النفط وقت عم تجربي تستخرجيه من كعب البحر، اما الغاز بيوصل لمرحله بيعمل كريستاليزيشن، فما بتعودي فيك تضخيه من كعب البحر لفوق. انت لازم تعرفي اول شيء كل النقاط اللي لازم تعرفيها بخصوص التجلد يلي هي الكريستاليزيشن، تتقدري تستعملي السيستم يلي بناسب الحوض البحري اللي انت عم تشتغلي فيه فشفنا هون كيف الووتر عم تتغير عم تصير كريستال، عم تجلد، وباي فاز عم تمرق فيها، والوقت حتى الوقت يمكن يلي بحاجه له. نعم مزبوط. فقديه هيدي الشغله بتوصلنا لامور يمكن متطوره جدا، لابحاث متطوره جدا لمساعده الانسان، يعني هون فعلا التكنولوجيا عم بتكون لمساعده الاشخاص لخير البشر. نحن استاذ شار رح نتابع حديثنا مع حضرتك، بناخذ وقفه سريعه جدا وبنرجع. متابعين حديثنا مع المهندس الأستاذ شارل رزق، اليوم حديثنا عن مكنة جديدة ممكن تكون بتساعد جدا بالأبحاث العلمية على مختلف الصعد والمجالات. اليوم عم نحكي عن أكوستيك ليفيتيتور مع حضرتك. أهلا وسهلا فيك من جديد. أهلا فيك. شفنا فيديو أولي بفرجي كيف عم تتطور المواد يلي عم تستعمل بهالمكنة، واليوم فسرت لي حضرتك بأنه مكنة أكوستيك ليفيتيتور بتستعمل لعدة أبحاث بعدة مجالات، وهالمكنة بالذات يلي أخذت جوائز كثيرة بمختلف أنحاء العالم، ليه كان عندها
التطور أو هالأصداء الحلوة بالعالم برأيك؟ هي مثل ما قلت أول شيء، يعني الأكوستيك ليفيتيشن معروفة من زمان، بس كان في مشكلة إنه الواحد يقدر يسيطر على الليفيتيشن، يعني مش هينة توقف ماتيريال بالهواء وتكون ثابتة وعندها يعني حيلا شخص after using the machine one hour to do that. اللي عملناه إنه قدرنا السوليوشن اللي حطيناها بالمكنة إنه بظرف 5 دقائق you can levitate، يعني فيك توقفي حيلا ماتيريال بالهواء. هيدي الفيرست ستيب. بعدين عملناها، يعني الجيل الجديد كثير بحب يعني السمارت فونز، ف it must be intuitive، يعني just touch screen app system and you have it on، يعني سهولة بالعمل. ما هي يعني it's fun، الواحد بده يتسلى هو عم يشتغله. We integrated in high pressure vessels، يعني فيك تستعمليها تحت الضغط، تحت حرارات عالية تيكون عندك flexibility، يعني مش الواحد مضطر يشتري مكنة لكل تام أبحاث بده يعمله. هون شو عم نشوف؟ هون عم نشوف المكنة يلي هي أخذ الجائزة right side، في هذا touch screen مع software، it's very easy، يعني حتى جبنا student ما شايفين المكنة قبل، بخلال نص ساعة ساعة they could use it and go on، يعني for master thesis and bachelor thesis it was so easy. You can use integrate other system، يعني spectroscopy to measure concentration، يعني مش انه حطيناهم هالمكنه بس فيهم يستعملوها. It's like a Lego system، فيك تزيدي انت الحبه. واو. تعملي له ابحاثه، هذا الادفانتج. حلو كثير. قد ايه اخذت معكم وقت هالاختراع؟ هي الفكرة بلشت بثواني، يعني كنت أنا وشريكي دانيال، it's his thesis، هي ال PhD الدكتور thesis تبعه، كنا سهرانين يعني، وقلنا قال لي وقتها إنه we can do it، قلت له يلا. فأول 6 أشهر it was planning و find the solution و design وهول الخبريات، وكلهم we were in it، مش إنه جبنا شركة من هون شركة من هون، سوا عم تشتغلوا. after يعني the next 6 months، يعني between 1 year we had the first machine. It's not a prototype. Hey, it's a machine. يعني you can صح. just buy it. وهي كانت السرعة. يعني اليوم موجودة هالمكنة بالأسواق، بنشوفها بلبنان كمان أو حسب الطلب طبعاً. على الطلب، لأنه you need 6 months to deliver it. يعني you are using material alloys كتير شوي صعبين الواحد يصنعهم، يعني مثل تايتن، مثل ستينلس ستيل فورس تايتن، فبدك 6 مانثس تتسلم المكنه من بعد. يعني المواد اللي عايزينها او حتى طريقه تصنيعها صعبه تتصنع بلبنان، فمنشان هيك عم بتكون عم تصنع باي بلد؟ بالمانيا. يعني انا عايش هون، وحتى يعني الورك شوب اللي عم يصنعوا لنا اياها بالمانيا كان عندهم كمان كم مشكله، لانه التايتن اتس بيور تيتان، والتيتان شوي صعب تعملي له وركينج، يعني على اللبناني المخرطه مش هينه تخرط هيك. ومنشان هيك حضرتكم كمان بتكونوا موجودين على التنفيذ وداخل المعمل وعم بتتابع كل مرحله بكل دقتها، يعني طبعا في شركه بوروزا اليوم مزبوط. يلي هي مسؤوله عن هالمكنه مزبوط. هل رح بيكون في عنا مشاريع جديده كمان او في افكار جديده لمكانات ثانيه؟ هي المشاريع رح تكفي بهالمكنه، يعني نحن ما قدرنا نفوت كل الاوبشنز فيها فرد مره، يعني يو نيد تو هاف سام ليميت، لانه بدك تبلشي تبيعي تاخذي نفس ترجع تعملي انفستمنت وتزيد عليها. هي المكنه اتس نوت اونلي يوزينج ات اندر بريشر وا وا وا، وي ار وركينج ناو تو هاف لها فيزيكال بروبرتيز ميجرمنت، يعني دنسيتي، سيرفيس تنشن، ميبي اولسو فيسكوسيتي، فبدنا نفوت شوي وشوي اوبشنز لل باحث اللي عم يشتغل عليها، ما يضطر الشغله اللي عم يتطلع فيها ما يبحث فيها ليكويد اما شيء يشيلها يحطها بمكنه ثانيه تو هاف هيدا الريزلت. يعني بهالمكنه رح بتكون في تكامل فلكسبيليتي وفلكسبيليتي لحتى يقدروا كل الاشخاص يعملوا فيها. نحن وعم نشوف الفيديو الثاني يلي حضرت لنا اياه، كمان يمكن بهم كل الشباب اليوم يلي عم يحضرونا يقدروا يعرفوا اذا ممكن إذا كانوا متواجدين بألمانيا يشتغلوا على هالمكنة من دون ما يشتروها، هل هالشيء متاح لألون؟ عم نشوف هون طبعاً فيديو. المكنة كمان It's possible، يعني حتى نحن بعدنا عم نتعلم، يعني بعدنا عم نتعلم شو الأوبسيونات اللي موجودة بهالمكنة. هذا الفيديو بفرجي مثلاً كل المراحل يلي واحد بيمرق فيها هو عم يعمل ليفيتيشن لسامبل معي، يعني هون It's a case of liquid، يعني كل شيء سوائل، يعني المكنة بتشتغل بين 120 و 180
ناقص 120 و 180 درجة حرارية حرارية. عم تشوف كيف السامبل عم يوقف بالهواء مثل هون مثلا. السامبل منه كبير وهذا كمان ادفانتج يعني للأدوية للأبحاث بخصوص الأدوية للفارماسيوتيكال ريسيرش. أوقات كم جرام it cost 20-30 ألف يورو. فا they don't need that amount. They need less يعني بحطوا 500 يورو تيعملوا أبحاثهم عليها و that save money and time أكيد. حلو كتير، إن شاء الله بتتطور بعد أكثر واسمكم بيصير بكل العالم. نحن طبعاً هيدا الشيء مدعيت للفخر لألنا. أهلا وسهلا فيك الأستاذ شارلز. مرسي لألكم أنه استضفتونا. مرسي كتير. وقفة سريعة ومنتابع مع MTV Live.